السلام عليكم اخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غادي نجيكم بفيديو جديد على نيترو ايروكس. مشكل الماء والرادياتور، كيفاش انك تبدل جوانكيلات ديالك راسك لما تحتاج تمشي عند السيكليز. اولا وقبل كل شيء يكفيك انك كتاخذ بدل جوان بحال هذا اوريجينال. هذا الكيلاس ديالك كتنقيه مزيان، كتحيد منه كاع اللي كاين هنايا وكاين هنا كاع ديك الكولا اللي كتكون فيه. الطريقه كيفاش كتحيدو راه باينه وواضحه. هذا هو السيلندر كما كتشوفوا، كيلاص كيكون على هذا الشكل بحال هكا. سمحوا لي خصني نحيد الطيح البيكي. كما تشوفوا كيكون الكلاس بحال بهذا الشكل هكا. كتحل ربعات البولونات، ربعات الكروات من هنايا، كتحلهم تجبد كيلاص، كتلقى الجوان ديالك محروق. سبق لينا وحلينا، ما سعفناش الحظ ان نوريكم كيفاش كيكون. المهم خليكم معنا نوريكم كيفاش تركبوا الجوان ديالكم. اول حاجه كتاخد كولا رانز اللي معروفه لك الدور في السوق. كتاخد شويه ديال الكولا رانز، كتمشي مع هاد الحروفه كاملين. باش كترش الكولا بزاف، باش ملي كتكترها كتركب الكيلاس ديالك، كتزير كتخرج. ملي كتخرج اين فوا كتخرج راه كتمشي نيشان للرادياتور، بريسيون ديال الموتور هي كتبقى تدور تما وسط الدور. هنايا تدخل مع التيو كتمشي نيشان للرادياتور، كتشوف بحال فيها تقدر تسد لك القرعة كاع، تخبط القرعة بزاف ديال المشاكل تقدر دير لك هاد الكولي هادي. انا معرفتش كيفاش تخدمها. تاخد الجوان ديالك بهاد الشكل تحطو حتى تحس بيه دخل في بلاصتو بهاد الشكل.
كيما كتلاحظوا يولي بهذا الشكل هذا، شويه مراكب بهذا الشكل. كيبقى لنا الجوان ديال الجناب نفس الطريقة اللي خدمنا بها الجوان الأول، نخدمو بها الجوان ديال الجناب بهاد الطريقة. هنا ما عندناش كيفاش نشدو التليفون باش نصورو ونخدمو. بهذا الشكل ناخذ الجوان ديالنا ونركبوه بهذه الطريقة. احنا تمكنا نركبو الجوان ديالنا بدون سيكليس. المهم خليكم معنا، هذا هو الجوان، ركبنا الجوان الاول الجوان الثاني. خليكم معنا من بعد ما ركبنا الجوان كيف ما كتشوفوا غادي نتمكنوا من التركيب ديالو في السيلندر. كما كتلاحظوا ناخذ البرونات لكم هنا
وانت تمكنتي من انك تركب الجوان ديالك لراسك، يكفيك انك تزير لي بولونات كاملين. والله يعاون. السلام عليكم.